بسم الله، الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ الشيعة وقت بآذ كوبان وحن اسكد يهدي إلى هيد مو إنا بخاميو وان آذ انتي أنكريو إنا سوى كوبا هدي إلى هيد مو ولما ذو ولب علم ذو أصول أخرياء وحي رهذان الحكم على الشيء فرع عن تصوره إن أدوح حكم كب حسا أما الشيء أد ويد كتر هذا هذا لا تكتر هذا وحو قد نشاون شيء أد شيء يستيد مركة أد فهسنت أكتهي هذا البضل والدوب صار البضل ورب صار البضل أي أبقيه أن كتب عمان الشيعة السنة الشيعة السنة وأرمان كالكتب كتبك رب أما الله يطلع من كرمائها مرضاهية جنك أو إذن هي أوركا حياك إن أغانوه سكوبا إلى أن أغانوه ورغرت وحينك هذا لنا مئيه حلقوك صوب بلابنا حلقو سلقك هيا كد بين فوري كرنا أغان كرنا مركي نقيحنا وحن وحا أويهي أي نقيح كرنا ولن كرنا هدبا إدي هجوم سانها هجومته إدي دفاع سانها الدفاع ذو لكن شيء ما الأوله هو المجرم يمينه أنه هشيس لقوا أهينا لقيح كريم كهذا الكيسو لبوين أياك جرتا قضية الشيعة ما أهك لئه قضية خد عيسى وضل وضل لغا إنه درس كان حي أه ومشاكل قاره ومشاكل سكرية وكجر ما أها قضية الشيعة وحي تهي الرم جريد عقيدة له الرم فقه علاقة له أرن تاريخ سويان إيه علاقة له أباهن انتبه إن لقيهو تدك وحا عال أح وي آد يا آد أفكو ذو غبغنا ممان كينا كسو دقدقا شيعادو إنا يلب لابطي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه خلاف كي إساقا يم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه له دعي كدبنا شيعادو هل كاك سو بلابطي أي دبر الأمسيين صحنا معها أو أنتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه راع علي خلاف كي معاوية السياسي أها أنتي علي بن أبي طالب راع علي سمع هيد أي شيعة هيد أنتي معاوية بن أبي سفيان راع علينا سمع أي هيد وركاس ور تاريخ وصغن معها دمان خلاف كاسي خلاف أهل سنة أحليس كده دعي ولا بس صحابي رضي الله عنهم كده دعي أيو أها مؤرخين تا مكي دوران إن أي قضبيان إن أي رهضان طلو هالكيبو كبلا بني إلا أنكو فرقة مقع شيعة قادتا وحا أي كسو بلويان إن أي رهضان هكاس وحا بلا بني مركي سيدنا الحسين علي بن أبي طالب استشهاري كربلا لقد دلو هالكاسو كأنكمي سميسك يأسكو تقا يتحذبك فرقة الشيعة قيحتان مؤرخين تقاري هل كا أي أوهن أو أبديان وحا قديم أها وكتب تقديم كيه فرق كهر وكجرة لبا مصطلح لبا تير لبا إريبحين شيعي إيو عثماني لبا دا كلمة ولبا كلمة وكتبتا بكا أي كهر ليان آد يا آد أصول نغضا أو للي يهي عدة علي بن أبي أو بكر الصديق وصحابة بعد رسول الله أولها سيدنا عمر بن الخطاب ثانيها سيدنا عثمان ثالثها سيدنا علي أفرها قريب واحد برابين إني علي بن أبي طالب كخر مريان عثمان بن عفان أي رهلان أبو بكر يا عمر علي يا عثمان أي رهلان لرغم حال كامر كأي مرس فرق تشيع مجرم وحن قبال أن تهدد دولنا مصوبحين kala horumarin kala kala horumarinayo xagga fadliga ma abu bakr la isku waafaqsana siina umar la isku waafaqsana usmaan iyo ali ayay qaaroon jireen ali ibn abi talib baa mudnaan kale ma ka san horan jiray shiici iyo la horan jiray inuu ali ka horumariyay usmaan ibn affan kooxni qabay usmaan ibn affan ba darajada koowaad ka laha ali ibn abi talib oo saddexayn iyo khulafada oo caamatu ahlu sunna ay u badnaayeen illa ma tan ay qabaan كوانا وحلورن جري مصطلحة عثمانية ومركا مركا آخرنا إنه
محدثين تكسو ورياء سلسلة سنة كأحاديث في نوسو ورياء بخاري مسلم بكو جري ركم من أهل قطهم جري إن يتشيع إن أي قبيل تشيع على قطهم جري رواد قار بخاري نكوري مسلم نكوري أصحاب السنن كنا أي كوريين تشيع عمان تجوري إنه قدر كتير حدونا ما هو تشيع هراء إيه يا مدنان تم مدنى مع عثمان مس علي كدي من واحد صوب حل أكتر واحد أكتر كلمة تشيع طبعا أكتر واحد ما ذا كلمة يدنا الرفض الرفض وفي عربي جديد تانك ترك وديلي يدنا محي طلع أه يدنا وحي نلاتين سلا تاريخ يوم كوبن عن كشيء قدونا هدي إلى هاي دمو كوح اسكرها علي إن البري كان نقطه أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومن على لمرك أبو بكر عمر نصوا هذا القاضي أي جديد جري خلافة ما لها حقكم أي قبسا شرعكم أي قبسا ويرفضي جري مرك كلمة الرفض هنا وحي علاقة الله إذا جديد تانك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال هل كي دنبا يي نقطه الا لعنه هل كي دنبا يي نقطه الا عايو هل كي دنبا يي نقطه الا غاليو لكن بلوغي او كبلامه لفظه تشيعينا وانت ان هردعي كسيي لفظه رفضه له وحو كسو شعبه تاريخ بين سويالك هيدي سو جريتانكا لدغالنكا ابو بكر يا عمر يا جديتانكا رضي الله عنهم وارضاهم ان خلافتنا وقلمين مركي دبلا سيدي شيغي ان لفتي غير محتولي ان 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 لغاليين زيد ابن علي ابن عابدين اووي حسين ابن علي ابن ابي طالب سيدي اوروبا حي دوله دي غير بني اميه قو اوو قاتاي سيفته خروج اوو سميهي ايا حلغي سي زيد بن علي كم بقول يكوب يا لباتن كي هجرته مركاي هي اسغنا بقول يا لبي لباتن كي ايا لدري دورا دوله دي امويين تايا دي دونتا ايا وحو اركاي زيد ابن علي ابن عابدين وحو اركاي كوخدي ولا سعودي غير بني اميه كدحاي حق حكمك كدحاي خروج ايا وحو اركاي قار كمل اه او ابو بكر يا عمر بن الخطاب رفضنا يا او دينا يا او ريحيا ولا أقولين مدمانته يقدرينته يهيبده يشرفته أهل السنة والجماعة أي قبيل ويا ري وكل الدوري كلمة دكتور وحكم إلى هاي أرفضتموني ما يبدي الدين إلى أخرج عن سنتان أود ولا أقابل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا عمر بن الخطاب الشيخاني ما يبدي الدين كلمة دا قفكي كل الدين كوحي كبحري علي أي هايين لبدا قول كا شيخنا وحقبا إمام أبو الحسن الأشعري الإمام الرازي الإمام ابن تيمية أي قبا إن كوا أي كجوري من كان ذي شيء يعني كله يهاي زيد بن علي بن عابدين وقحرا صدق لقحرا متكم إلى أول شيء الدولة قحرا الزيدية يمن تجوفتا أي علاقة أي كحريين صدق صنفية وأوين بين أكل البحان الشيعة مركا لقود بغانا يو الفرق والنحل سيدا ينو باب الوضوء باب الطهارة باب الأبواب الفقه أي نو أخر سنة أي أهل سنة والجماعة أبرتان أو أي تها إلا أبرتو الفرق والنحل أو وعيون شرعية أو أصول شيء له أو كتب تيب له أو قواعد له شاكنا أماتك شاكنا أن أرن الله بلقع يهرن صوت درستي يهرن سياسة معها وأرن محل شرعي أهل نصوص تيبنا قواعد لنا كتب تيبنا إلا بيانا مضم ما كي قيبنا يا وحي قيبنا صدح قوضو قال وحي على الفرقة الغالية هو كوح شيعية إن بلانا كم ذي رأي قبال لفتو ذينا يقبل قال أيهين وكوح علي بن أبي طالب رضي الله عنه محل الإله جارسيه وحاكم ذا الرافضة كوحظة عن محيطنة المامل وإثناء عشرية يوك وكلاي كنا لن دورا قلال يو حاكم ذا كوحة الزيدية وكوحظة هذا بذن كوذ أي جوغان يمن زيدية ذونا سيدنا أبو بكر يا عمر مدمان تيسية شرفته ذي ويؤهيان يتولونه ولا أي أهيان ملا ملا قاليان هل كامر كلمر يا تاريخ لا وحمر كابا صودع من بو مجعيس صودعها
كتبته إلا أهل السنة والجماعة أي محيط لك القرآن عبد الله بن سبا من الليلة يهودي يمن أي محيط لك مدها من كاس الدور وكلها سميستا سميستا يا أبو رنت يا إسكو كي إسكو كي مدى كوحدة شيعة مدع وين واكتغي أو سميستا في القضاء وهو مسلم مدى يلي حلقي الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه الراشد أي مسلمي ودنا فربنا بدوني ودوا حجازي ودوا ودوني ولقى إريه و و و وحصل حرب كواي حرب حرب كواي وحلا ودوضة كذبنا مصر أيوم حتولي بقي مصر بوه هلا دب بقي استا ومك وركيزة قال صدح قضب أيوم كاسي كدولي فافنتا سمينتا يا سميسا كتشيعة كون وحلا يراهو الرجعة الرجعة أيوه كدولي أورا ليس رسول الله هدي وبنت صلى الله عليه وسلم مد لمن النبي وصون قنطونا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أيا وحا وكفة سرت أوي رسول الله مدقوئن دب أيوه صون قنطونا وانا سوينا لفظها رجعلة أول بالعلى منكي كان إفافي أيوها حتى لو حقوا في مبدأ كلام رمية لكل نبي وصي نبي والبا ندء وصي دردار وغطى حلكي دينتا أيا جري نبي محمد صلى الله عليه وسلم حلكي دينتا وقبيري علي بن أبي طالب محمد خاتم الأنبياء محمد وأنبياء إلهي كي إلهي وكو ختمي وعلي خاتم الأوصياء علينا أو سيدي أجودي مبيا كي ودن بيي محيطولي نويي هل كاسا وحا وقلو كسد حاضر وكسو صارو رميا يا كالظلم بضل عدة قارتي أما بوبتي حقي علي بن أبي طالب لحلك النبي وقتلي أبو بكر يا عمر با كبوري علي بن أبي طالب حقي ولها ومركي وفافي مركا الخروج على عثمان عثمان عفان اللي قبحه أي مصر وكسوك حيستيقيدا فربضا هل كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد ظلما وزورا لوغو دلي وكنا واي قبسي وكو واي كذلك وحا هل كان درس عضو مركاب محيطة للناس وبحيا أرنك كب حدة غير بني أمية إلا وبحه أو أي سيدنا حسين بن عبان زيت العابدين كان محيط ريدين شاقين وحهوز قلي قوحلة إلى هذا الشعوبية أو منطقة فارس أجار كذا كبير عبمي دورينا إلا أي فوقيان أدي أبو كورو يهي عرب حلك إلا كقعدان إيقو أرى آل بيتك إلي وغصو لونطان هل كان حكمك أي محيط لي كقعدان لبضى الله إلا هل كان أي محيط لي إسكا قلين حيارة هي آيات كأشيغان وعكبها طبعا ركفر البغانة ماتا أي مقعيبا أي شيختان أهل السنة والجماعة آلي لفتوا أهل السنة والجماعة أي قبال إلي رب صالحنا هايين باجير جعفر الصادق موسى الكاظم محمد الباقر رقع صدما أهل البيت كأه رقع ماتا شيعي لغا الشيغان كرتوها بياراتي معها ورق صالحين هايين أهل السنة والجماعة ها أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي بن أبي طالب تولين جري مذهب تشيع آسمين مذهب عقيدة بالعيسى آسمين وحبو بكر لغو عايو آسمين لكن ما دامه عبد الله بن سبا وكل يري هدي أبو كورو يهي من بني بوديبا نبي محمد علي بوديبا علي بن أبي طالب حسن بو حسين بوديبا حسين بوديبا مقعية فرد بمكي أي تريين أيا وحاس صاحب مي وحاس صاحب مي برقي من بني بوديبا برقي وربنتين كي ودن بيه محمد المهدي ابن الحسن العسكري ومركو الوحي شغل الحسين يا الحسن علي بن زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري محمد المهدي ابن الحسن العسكري وكل تبكي محمد أيا ابن تي إنا يرو شنجلنا وكتري مركاسا وحي إلى هذين إنا كاسا أحلكي هيا حلكي مهدي من ماذا يحلكي إمام ذا يحلكي أؤمن من كاسا هيا كي يرانا إلى هيوح وقدر إنا بنت إسنا إذا غشن جلا
وحالله وحنا يجروا أنو أي مركا يا قبنا يا إمام ذي يا قبنا يا مركاس واحد لنا يسد بدعاء ورنا يسا وحو قالي قد جو قالي نكي حسن قد جو قالي قد كا قالي أيوه ده وكورو يا هاي سوي وكسوي هاي سرداب كي أيوه قالي كل أفر بقوله سمي بقية إلا وصوفه جمعه نجوا جماه جماعة دي نجوا جماه جهاد يلا قارن من يلا فرن يا مكان إمام كيبا مكان إن الله رعد كل يوم دي من نجوا أمرنا ولا جاي إلا ما تنا إن كاير بماله وبن تجد كي وقرا إن تيتعان أي لشلنا صباح 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 نبدأ نحيسته أو من الله لم من الله مره مركي لواي بن عبا وحيد نسي هذه بكورة يهاي بن عبا إني إني بن عكنتو أي نسي ساسين جوون أهل السنة والجماعة وادنا سين علماء ذي هرة وحيكو حكمانين يهين كوح وفلمين تكمل لكن هذه بكورة يهاي بدعة للازم تي بدعة ذي نصدح قيبات بي علماء ذي مقيبين بدعة مكفرة بدعوا هذا اللي ما دنا يكون قالوا ريان قرآن كون كرام صحابة النبي محمد عيان عشر رضي الله عنه عيان غيبك أي هذا إلى الله هي أهينا يا أب وإن الله صافين دونا هذه بدعة مكفرة وعلماء نوح أهل السنة والجماعة وحيرا كوح لا تشيع كوح كم لي وحا أي كنت نبوسين بدعوا أي دين تكذب حيا وحا كم إذا كوح كلو كنت نبوسين أما اللي من بدعة مفسقة أي كفاسقون يا لكن دين تاني كذا بحيلو وحا كانوا جرا ويغا لفتو وكم إذا قار كتنا بوسي بدعة صغيرة صدح لابا علماء ذو نوي أكلا قادر أفرو طبقا قرنا عن سو جرني وانا جرين إنا بدعو ليان يهين والوغا دين تسلا أهل سنة والجماعة إنا خارج كاي كي يهين بي علماء ذو أي محيط ونكو حكمان محاب بولبوني إنك أفرت هاد دقيقة صدح دقائي حالي إنك محا عريكا سو صاري أفرطوكا قرمدو ويجريني محا إسبدلي وحا إسبدلي إنان كي يرأيه قدك قلي إيه بنتي إيه أفرطوكا قرمي أي سوغيين إنو سو مولاو إنان كي يرأيه تلوهي وذات كودي مركا الخمين الورن جريه إيران كعظون كي إيران كودي سيال بقو سيالي تدباطا كي بليي أي عقل عصب كيانو أفرطوكا قرمكو رال هيمن وروحوا يقير كان كحبنا يوصلنا إلى قبصة يوحون ويفاف وايين إلى كير نواك صوب حوايين بل أنتم صوب حيو نتكو سي سماء أو كحيان أو ماشا إلا حقاي نسيوا بابا حين سمي صنع نظرية دي مركة الغيبة يخرج عادي محل قد بدلي نظرية لا يلاحظ ولاية الفقيه فقيه هو أنك نبتك كجرين نسيوا يصوب حوايين marka wax yana ay arkayno oo inoo sii fuliyo hawlaha ayo sii fuliyo inoo soo baxayo isagaana isku dhigay khumeyniin uu yahay wilaayatu faqih koowaad inuu yahay markaas la awwal marra fi taariikh xilliyaal ay bilaabatay inay shiicadu jamacadu kadaan oo jamaacad isku yimaadaan oo siyaasad galaan oo xukun raasadaan oo imaam raasadaan oo fidaan oo ahlu sunna laftooda ay doonaan inay cid ka soo qabsadaan yaa dadalka ku riday kubey sagaal boqol sagaalato dabaatanka isbedelka ayaa muxuutoona ku dhacay awal waxay aaminsanaayeen inaan loo dhawaanin xukun la raasan siyaasad la gelin jumca la tukan la isku imad la ooyo uun maalinta caashuro silsiladaha la isla dhaco أبو بكر يا عمر العايو رضي الله عنه على فهيدا عاشا رضي الله عنها العايو لكن يا سوجل يا ساحرة نظرية ولاية فقيه أي سوجل يا وحا كذلك آل أخيران كن يسأل بقول يصدح يتضباطا كي محمد الأرجاني من كلمك برلمان كودا حيستوى يالكي ورد أفكرة ما أنت إيران كتاب القرى اسمه كنا سجال بقول صدق حيث الدبات في كتاب لا يرعبه نظرية أم القرى أو أحيط الرم للرب إن جس عليه هجان كي مسلمين ته إلا كيان مكة هي مدينة دمشق هي بغداد هي القاهرة هي أستانة إلا كيانه وهجان كي مسلمين ته سنة وشيعة جس ورجي إن قم إن اعتماده كتاب كنا سجال بقول صدق حيث الدبات في بالقرى هذا جودل كتر هذه سنة واد هني دونتان نظرية داسو هكا تالو دب أسوان نولين أرنكي إيران إيا بيشيان كا
iyo Khumayni oo usboonaysiiyay aragtidii Shiicada oo yiri haynu ka qayb galno tartanka iyo lawlanka adduunka jira ayaa isku biiray adduun iyo dowlad bay heleen magac iyo batrool bay heleen wadaado la xooneeyey bay heleen ahlu sunna oo jiifana way heleen jiifa iyaguna way heleen oo iyagu soconaya markaasay keliyaha iyo xududahaba la baxeen markaasa waxaa arkaysaa maanta meel kastoy muxuutuna ay ka dhaceen gunaaladka hadalkaygu waxa weeyaan soo jireenkii weynaayee taariikhda islaamka lafdhabar waxa u ahaa ahlu sunnati waljamaaca inta madaarisa ay kala yihiin oo idin shiica oo soo ka dhex dhalatay xilliyada aan idiin sheegayo 220 hijiradu marka meelaha ay ahayd ahlu sunna waljamaaca waxay u qaateen inay yihiin firqatun daalatun mudillatun mubtadicatun halkaa ayay ku xureen ma laayeen may ma dileen may ma xasuuqeen may ma barabixiyeen may dhulkii muslimiinta ma laga saaray may iyaga iskaga daayeen ciraaq waxaad ugu tagaysaa ciraaq waxaad ugu tagaysaa diimaha adduunka ka laga cidhib jiray oo ilaa maanta jirtay dowladdii ugu weyneeyee muslimiinta cabbaasiyana ciraaq ayay ka jirtay marka qofkii adigoo ku xukumaya inuu jidkii ka leexday adigoo ku xukumaya inuu bidco ku talabusay adigoo ku xukumaya qaar ka midii inay diinta gebigeediba dibadda ay ka joogaan ayay haddana ahlu sunna waljamaaca ay isku dayeen inay ixtiwaayeeyaan oo haddii eebuu ku rool yahay ay marnaba aanay gacan dilitaana ilaa iyaga ay ka timaado maxuutuli maanta mooyaane hadalkayga gunaanatayna waxa adeer waxa weeyaan maanta maxay rabaan maanta waxa ay rabaan inay taagtoodu dowladoodii tashayucana ay taagaan wadanadii ahlu sunnati waljamaacana ay ku faafaan oo ay qabsadaan oo ay ka mid noqoto azhar qaar iyaga raacsan qayrawaan maghrib iyaga raacsan zaytuuna tuunus iyaga raacsan diyubant alhind alaxnaaf iyaga maxaytoola raacsan kadibna yidhaahdaan annagaa hoggaankii caalamka islaamiga maxaytoola qabanayna lawna siyaasadeed weeyaan lowlad hardimeed muxuu tole weeyaan gunta laakiin ku haya caqiida iyo fiqhi iyo maxay tole taariikh intaas waxaan ku buuhabuuhaynayaa sida ay kusoo bilaabateen iyo maanta halka ay maxay tole marayaan inaguna waxaynu iskugu nimid oo waxa iskugu sheegannaa inaan la soconno waxa agagaarkeenna ka dhacaya inagana foga internet baa furan oo google baa furan oo youtubekii baa furan maalinba wax laad akhrinaa soo maha ah intaasoo idigu isku soo disaa soo maha marka inaynu isku digno oynu isku wacyigelino sida aynu haddii eebu ku roo ilaahay ugu baranayno inuu abaarta ilaahay inaga jebiyo dhulka nabad inooga dhigo dhulka ilaahay inoo qaboojiyo ayaa isla xilliga xilkan nasaarana wuxuu yahay afkaarta qaldanna inaynu maskaxdeenna inaynu maxaytoona ka ilaalino oynu dhallinyaradeenna ka hor istaagno ilaahay ayaan kusoo koobayaa sala allahu calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لن يرى هل كان سبتني يا أيها الكذا قال السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبشارة ونكسن انتنا دائرة وكسو قيب قلي وعي قلنتن diinteenna usuu sheeda iyo waxyaabaha lafdhabartaa aynu xisaga sheegayno waxay sheegaysaa asaalad wanaagsan iyo soomaalidu dhaqankoodii fiicnaa ee ay horey lahaayeen caalamulislaami dowladaha marka la eego soomaalidu waxa ay ku jiraan dadka aan laga heli jirin ama ay aada ugu yaraayeen shiicadu oo marka meel walba duwal alkhaliija aad eegto iyo dowladaha bariga dhexe iyo masar aad bay ugu badnaayeen laakiin soomaalidu waxay ku ammaanaayeen inay yihiin dad sunniya oo caqiidadooda ku abtirsanaya ilaashanayana tii baynu sii aanba qaadaynaa waxaan xusi lahaa qodobka ugu hagaagsan intaan horta u gelin qodobada waxaan baraarujin lahaa aad iyo aadna inaynoo xusno mudan culimaduna anigiyo sheekha iyo qoladaa soo abaabushay
وعلقلنتن با أنا أشكر على حسنهاي إن الإله برنا سبحانه وتعالى أباركنا إلى جسد شبيع ما دعاءنا من دعاء سنة إلى آد وعلى علنا وحين باق وصل شبيع لنا ولا له إن الدبدة هي جدها بتشوره هي مسلمين تا برشلة باش عالم كان مسلمين تا إلى ومضى أسر جرمدا بيا يباد وحدة قرنا يا وحارقنا حالة بلا رد بين رئيسا قف قصطابا مرلينا ودرينيا مركز دعاءنا وين بدنينا دلال كنا وين كردينينا داغنا وحينا هينا وين فتنينا مركز تاسي وباقا ينه الرئيسينينا مهمة دارين تاسي أولاد هاي أوجد شيخنا وحسي أنا آدبان وأكليا كهذا الكيدة مرر فربنا بالغا هدو دولد دا كهذا سو شعب كهذا مساتدين كهذا الله أرنت أبارها لكن هذا المواضيع هذا كلا عقيلة بنوال هذا مرمان وأرنت كلفة يا موضوع عن اللي قال الله أنا قلت واحد الساعة سمعت تي فيجا فرو أرنت موضوع عن اللي نامك هذا الله نوصل شيء أنا نوام وحنا ربنا المناسب يعني السبب بدل دراديد موضوع عمر كورا عقيدة دي بالحريرة وحلا يلا شدنا عقيدة كوكا والرأس مالك كليا أرنت الوالد ترتاوح ويان أدون كمانت سداء أقل كائن ولا فردينه أي الله ولا فردين ودا يرتي الناس وحا كترتان إبادنا وكمله براها بلشدا لغورا حريرا مركا قفكي آن هو بيسنين إيا آن أقول دينير أو أصله تيبك يشن دادا وكترين وحالا يابا دبع السمعة سيد أخصائن لغورا بقيا كدبنا يساقو آن استرامين ودين تي سواك بحاء ما سق الله عن وحق الله قف من يرى بل يرى وما قالوا إن كان الميت كم يدور الشيء وأنت إن الله يروح يقول كل ما ي ما قالك تعالى ودك السودان صار حفر سنة كور بركي ليه ولاد كاسا سامالي كي مددك وحوعدي يا كم يدور سامالي ده وعدي يا يسقولا شيعة ودك كوا عدي يا وداع إذا دتك الشيعة كوا عدي يا وطابق إلى قالوا أريب إلى مرمية waxaan leedahayna halkaas uu joogayo waxa si yaabay isagoo ay daba socda markuu message kana tukiye hadana ay u yimid war markii halkii aan kaga yimid baadana halkii yimid buu caawa ku sii socdaa wiil dadku ninka dhalinyarada ah u socdaa ee wuxuu sheegayaa waa idinka waa dadkeenni aan shiicab asal u hayna ka xanaaq jiray marka hadii aydaan aqoon u lahayn arrimahan ay ku hadlayno waanad kala garanaysaa sunna iyo shiica أما يصير ذلك قارقوب قوان أي قوان بين الشيعة وين ما يهود الله بقال ما قال هذا الدفاع أنت واسكوك هذا هو بس خلق الضبع على هاي السطة بكاريون ديري لينين وحنوصل نقول الله لم يتبنى الرماد وأي كوك الدوين هي ذلك السنة جاها إنه كم ابن هاي هي الشيعة ده بور كم دش وسيرك تعطي ستة رضو أي كوكوب وحسن طوان دول مريضانا midda uu raaysay waxa weeyaan quraanka kariimka sidaynu ka aaminsanahay in siday ka aaminsan yihiin weyn ku kala duwanaa kalaamkii ilaahay oo sax ah oo sidii nabi maxamed loogu soo dajiyay calayhi salaatu wasalaam ah ay dadka ahlus sunnah ay aaminsan yihiin waana siday tahay allaa wuxuu ila yaatihi albaatil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzeel min hakeem hamid xagga hore iyo xagga dambe mid ma xumaanayo baatil kaga iman maayo kitaabkan وأمين إلى هيل علي إله إذا أنا سودتشي سبحانه وتعالى إله مهبلة هي سودتشي شعار الله كي وحي قضاه سيدنا حاجة بابا كحرس الدومة إن أنا التاسي تشرين قرآن كسيدة يبدل لنا وين أرك أن أنت كلو حديث كرسولك صلى الله عليه وسلم حديث النبي كسر أنا صحيحة مسيبنا علماء المسلمين تويشان بيين حديثي صفاي اسماعيل كسب لين نبي جمال بلا مغروري كتبته صحيح على راب بخاري مسلم كوكيهم مركا اساسي كنت ليسنينا وحيين لي هينا وين اوكسون علماء ادي ابا قول غلا دين تو خيل دهر يالا اي ابترسينه وسميهي رغي ورينينا وي كلا شاندين مركا كتبته لو يقانا امهات ست كتبي كمليهين وعلم الحديث كلا وروري بخاري مسلم كو يلا بكيهين أي حديث كنا يقول كورو سيه
إنه حق يهاي وحي يهاي نوين فرما يسمى يغنى تاما قبان تاس شعالا نمانك اللي رابه ما قبانا ويكسور جيدان ووحي أركيان النبي عليه الصلاة والسلام حديثي سئل قيب كم بده اللقاطو أصحاب السياسة هم كو قولي هنا إليهن أما أهل البيت كي لا سفين أما يغسكو قنعيهم طور كم بده قادنا انت كلنا ويكتبه وحلو تلمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفر مرمر كلنا نقو شعاد الصدح ليك سور جيلان بقول كي بشنية الضباط من حديث النبي جديدين waxa kala ay isku khilaafsayeen ama ayna iska gamidahayn ahlu sunnaha iyo shiicadu ashaabta rasuulka sallallahu alayhi wasallam dadka sunniyiinta ay ka mid tahay waxay u duceynayaan ixtiraamaya ashaabti nabi maxamed alayhi salatu wasalam iyagoo ka gaabsanaya khilaafkii hore ee dhaxdhacay waay xaqara waxa ka soo jeeday dadu nabi jannada ugu bushaareeyay oo aan iyo cid la socotay حق المعاوية وحق السوس جيري دادو نبي قوب الشارية عليه الصلاة والسلام جمدا مركا الدلال بيكا هاي دين تي بيضو اللي بيو اجتهادي مركا ينانا الرموه دا الله بحكالي أصحابي كستو نبي عركي عليه الصلاة والسلام والرمي والصلاة كل انتي وحلو تحكالين ويهاي عادي والله ما أولانا يا أصحابي قاسم الضعيف با مسوى قوي بنا أنتو دو انو دا الدعينينا هلك الشعاب يا نسين أصحابتي نبي عليه الصلاة والسلام إنه نبي دبدي قالوا لهم بقى كتبت أي سلاك كحو سيان وين الشيء بوما حقا تنبي وي قالوا لهم بي لهم إلا إن يرؤون بوا يعني وها كليت المال يعني أما عقد كم إذا بمركة قفك إليهين الشهادة إلا للرمي علي بن أبي طالب لنا نعضله عمر بن الخطاب يا أبو بكر الصديق يا خلفائي رضي الله عنهم وارضاهم أرنت صدحات وتوحيد كسيدي الإله وما يسمها سبحانه وتعالى إله كل حقه إنه إلهيها إلهيها أيين ونوك وقنع سنة إيمان كاملها ولا واسطة بينه وبين عباده إلهي أبوامها إن أنا عدود حينه وينك وقنع سنة وحسن لاني آن وشرين إلهي قف ولا إنك إن قمد ضدك عن أمنين تكمد بالتوصل لحجير كرأيه shiicadu waxa la ogsoon yahay salaamo badan bay leeyihiin oo ay ka mid yihiin wadaadadaas aynu ka warrami doono aragtidooda iyo halka ay ka qabaan ay ku tilmaamaan aayatulayaasha wadaadadaasi heer aanay lahayn bay gaarsiiyeen waxa marka ay ku soo ururaysaa tawxiidkii dhabta ahaa ee dadka sunniyiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala ay rumaysnaayeen ay u qabeen shiicadu ma laha masalada tawxiidka way ku kala duwan salaada shanaad waxa weeye ruuyatullahi ta'ala aragtida ilaahay jannada ay ku arkayaan muuminiintu masaa'ilka aqeedada quraanka kariimka ay wuxuu sheegay nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku sheegay dadka muuminiinta jannada inay ilaahay ku arkayaan wujuhu yawma idin naadira ila rabbiha naadira wajiyaal maalinta qiyaamaha way iftiimayaan ilaahayna way arkayaan للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما إليهن ذاتك السمافلي يدارات وأركتي إلهي شعاد وحى إليهن غير ممكن الله في الدنيا ولا في الآخرة إلهي لقم أركي الدنيا آخرا لقم أركي ولكن أنت الدليل أكوى الرميسي أركتي ذا إلهي مؤمنين كما رأيكو أركيان ويبينيين أنت اللي حادوحى ويأيكوك لدويهن الغيب وحمقا إلهي حقي سكون مقا سبحانه وتعالى ذلك السنين تأوى حامسين سيد القرآن كو شبيعه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول غيبك إله إذا كليجي أكسون رسول شوح أغيسية مويانة لكن يقوح أي قبان غيبك إلي أغيهين ولا دادة ناس آيات الله ياشا أي دهدان سيانو أغي نبي يعدك لطانا غيبك أي ما أقبلين لكن نبي ياشو ما أغاء وحيكوك لدويهين قالك الرسول صلى الله عليه وسلم أما آل بيتك النبي وآل سنة وحا أي قبانين يهين عدك ستون النبي عليه الصلاة والسلام راعي أو مديسة هدين لسودة وينا انتي سكذا اللو ديني ابن هاشم ابن مطالب لورنش روي قالك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يوحا يتلمان أيام آل بيتك وعلي ابن أبي طالب يعرورتي سقار كمذا يا انتي كسيفر عنت
عروتي صدر ما حتى وحي سكدي دين او قلب كاستيرادا او اي سندي الشعار كوكال الدوين الشريعه والحقيقه شيخ الله يقامه وحي ليه دين تو حي الله بهاي ظاهر يا باطن دات كان عادي وحي اشهد رسولكو انت ظاهر كان مقطه آل البيت كي آل الكوكا هانا وحوشا غي وح قرصون وآن إتكلا بأكسونين أرنت أصنا وحي صواب حري واختقي ونولاب علي بن أبي طالب إما دحوينا مسلمين طوها آد بو عدي وحر وردضو نبي محمد وحو نقو قولي على آل البيت كهتان ونهاي مجره حاشد آيران كفاي القرأي سيفتي بقل كيرا مويان حاشد مركو صوص عرينا وح أبو أصحابتو أي سكود أوضايين أياهي marka hadii aad maqasho aragtida oranaysa aal baytka aqoon gaar ah nabigu siiyay ama cid kale asxaabta asiinin shiicada ka soo jeeda maqaalada leeyihiin iyo hadallo weel ay aan ku yihiin oo ah nabiga yiri ana madinatu alilmi wa aliyun baabaha anigu waxaan ahay magaalada cilmiga ku xiran yahay albaabka laga soo galaana waa ali aan sidaa daraadeed dadka ahlu sunnaha iyagu waxay qabaan حقيقه ددك يي باطن كودا الهي با اوكسون لكن ددك المسلمين تا دينتي نبي محمد سو غارسيي واي ودا هلان آل البيت كان واخ كو غوني ما جيرو واخ ليدهدا علم الباطن يو عيد با واخ كار اوكسونا شريعه ما جيرتو نبي حد كودو كو نقونايس الى الهي با وخريا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك رسول الله ددك وخي امانه لوغو سو ديبي غارسي نبي محمد عليه الصلاه والسلام شريينه وقدم دايو مدى كسبوتي حجة الورع سمدي طبنات يبا أصحاب بقولكم إن كبضنا يهور تالنتها أيا وحر الدبي هو إلهي ما لنت قيامها ويكي ويدين دورا دين تيم ما إذن سو قارسي ويكمر خاتك عان وحيدا واد سو قارسي سي واد نور مساحي سي أما ندانا واد قرتي خلقا سيقوا مرخاتي فران أنت السقارات دتك سنين تايو الشيعة رسو خلاف سيه وحيوان شيء الله يقانا الفقه fiqigaasi dadka sunniga ah waxa ay qabaan in ahkaamta iyo nidaamka fiqiga loo yaqaan maraajicdeena iyo kutubteena ku qoran ay sharxayaan quraanka kariimka ah iyo xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam laakiin shiicadu marka ay eegto masaadirtooda iyo kutubahooda aayadaha quraanka siday doonayaan bay u fasiraan sida daliilka loo fahmayaa waa sida wadaadkooda u fasira qaloocdaha ahaatee tusaale waxay fasirayaan in allah yaamurukum an tadbahu baqara ilaahay wuxuu idin farayaa inaad sac gowracdaan sacaasi waa caaisha bay leeyihin sacaasi aayaddu ay sheegaysa waa caaisha markaasa mad walba dameer intay caws ku soo xidhaan dhulkaa ay aadka ugu badan yihin bay kabriid ku qabanayaan dabeetana waa caaishadii aayaddu ay sheegtay oo la dilayo ayay leeyihiin macnaha waxaad arkaysaa inay si qalada uga been sheegeen sidoo kale markaad kutubahooda ay qoreen aada akhrido waxaad arkaysaa axkaam badan inaynu ku kala duwannahay sida adaanka waqtiyada soomka sakaad fidriga xajka camaladiisa iyo sakada iyo dhaxalka ilahaasoo dhan wax badan baynu isku khilaafsanno markaad adaanka shiicada dhegaysato dee waxaad arkaysaa iyadoo wax badan oonuu nebigu odeen calayhi salaatu wasalaam ay ku jiraan wa anna caliyan waliyu llah calina waa weligii ilaahay baad ka dhegaysanaysa adaankooda waxaa tobnaado ay isku khilaafsan yihiin shayga loo yaqaano alwalaa yaa si dhaba loo adeecayaa looga tala qaadanayaa dadka muslimiinta sunniga waxa ay aaminsan yihiin oo sida saxda ah cidda si dhaba loo adeecayaa waa ilaahay subxaanahu watacaala kadibna waa rasuulka cidda cismo iyo dhowrsoonaan leh si aan kala hadlahayn looga tala qaadanayaa xagga makhluuqa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taasi oo sidii saxda ah ilaahay baa wuxuu uhi man yudici rasuula faqad adaaca allah cidda rasuulka adeecda ka tala qaata ilaahay bay ka tala qaadatay laakiin shiicadu waxa ay leeyihiin wilaayadaasi waa rukmun min arkaani aliimaan waxaana ay ku tilmaamaan inay tahay attasdiiqu bilaimati alithnaa cashariya labiyo tobanka imaam ee sheekhu uu ka soo waramaya silsilada ahaa ee sida qaladka ay ugu xadgudbeen kuwaasaa waxay qabaan rumayntooda la rumeeyo loona arkay inay yihiin dad aan dembi lahayn oo dhowrsoon inay taasi noqonayso wilaayada dhabta macnaha sidii rasuulka loola dhaqmi lahaa ee inaanu qaldamaynin loo arki lahaa qowlkiisa iyo ficilkiisana loo adeeci lahaa imaamiyaasha labiyo tobanka loo adeecabay qabaan arrinta koob iyo tobnaad waxa weeye faraqa u ah sunniyiinta iyo shiicada
شيء الله يقام التغيرة التغية وحوية إن أوقفك وحي دون يبقى الصلاة مركة وشركة بقوة ضدك مسلمين تأهى سنقائي من قبع شيء التغية الليلة مرضى الله يقول يا هوا مركة قال الله يسيّل الدقال بيو والرسول كوري صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة دقالك وحيالت حيالت داسو لغو بدبابين يددك مسلمين تانا عادة وغانا لغاقة قولي سنيو أبو قص مسلمين تكمي دو قالدو أهلان وعيدب ايانا عقاب ايان هدي إنان كيس وغادان مركا هدي وحلغو قصبو وقرسان كرا إنان كيس لكن يغو شعاد وحا يقبان مركستو او اي لكو ما انددك سنيين تاه وحي اي قبان طبعا إنان أموش سنين سي اي دنهو دو قالان مركا حلغا أبو قفك الشيعي سيغو تغيبا سبين ايو وحي سي قرسان ايه إنو عديق وحاق كلاوضو قف عادي هو سلية سيدي سكولة دغمو حق الله وكاخي يا مين أيو مركا موقالك إيه معنويات كودو آنس وافق سنين ويهي تغيرو مركا لو حلال استين وعام بي كويهين وحانا قبان بها الدين دي دين تي آنس تغيرا لهين إنو قفكو كبح أيو أرنتا لبي يتبنا دوا شيء الله يقال الإمامة هو قانين تا أمبا دادك سنين انتا هو حاق قبان إن وسيدة صحبا إنه الدولة الإسلام كحكومة يه من مجلس الله يرادة خليفة أما أمير المؤمنين إسلام كان شروطها الله حلا يهتهاي إنه يهاي قف كف أوعى أما هوشان أقل ما عقل له وأقوم له أمينه ولا أمين كره مسؤولية بنا قاد كره حلك عروس أمة بوها يه سيوها جاتشيو سيف عن وجهه جانيه هدي أيضا على بعض إنه حلكي سجودن كروايو ودين تأييدات كذا ومالك جل عنا ولا عسلا يا حق بين المسلمين تقول لي صادرتي إلى كقارا عدة صادر أنا إنسان وعدت كلا يقام أهل الحل والعقد دتك ومضى وحنا وحرة وحنا أقنته عيان تاء مسؤولين تاء وح بيسان كرا كوا صادر أنا يا هوشي ساعد وقلنته يا مسؤولية دي ساس وجودن كرا على قصة صار يهدو جودن كروي أنا وضلا مصاش يعني أيال مرايا لكن يا واحد قبام ركتدوا ده إن أي مسؤولية داسية وقام أنت مسلمين تكون قارنت هاي عيد كسر شيء دول آل البيت كي عروتي فاضمو سدوا كلا عيد كسر شيء دنا أيهين عيد بورسانا يجو أن جفي نبا سدي رصش وكلا ودكتاتر بما نوع كلا وطالع مركز واحد إيران دور شيء إلى هاي بوقف كاسنا قبا وإلهي بعد دورته أو مدى طول لغاية إلا الرديو لغه ريبادانا مبنانا قلت دمالها مقال ليلين أي عرانا يان الراد على الإمام كالراد على الله إمام كقفك كهري مادة هبخل دنابه وقف إلهي كهري مدوك لنك مرتضي الله إلا رأي سواء رنتا كورنا يوحل ويدية كورنا هدي إمام كأمام مرحوينها مسلمين توقفه وحل أرنتا سوحة أطالة ضدك كلي يأشي على هين لكن شعاده يقول مقفا ووحكف وحق كيما يا مترب علي بن أبي طالب بين مقالة ذاك السوري يوانا بين علي وحول الله بد للناس من أمير بر أو فاجر فاتكو كل رواني ومنحويني يا شاه منحويني هاسي قف كفانا ونقون كرابو علي الله هاي قف صحنا ونقون كراب انت أمركي مكسو قرب الله بيه طوانك الرموض سيدة دك دكا عرب المري ورنتي تلبانيا وصوشي يا أرمي هدف كمسلمين تأسون يا مسلمين عقيدة صحيح القرآن كي حديث قوي تلمامية إن ويدارتين وحنو قد بلا هاي مركا بل سيا نو أرجنا حقيقة الشيعة تاريخ ذي شاك الشيعة عن إير كذا نقول لها هدف كمسلمين تأ وحيارها أكتر المقدسات كأمل الله تارتان كا عدة هذه تشير ملك قد يعترتي تاريخ لكو قوي مراجعنا القرآن هو الشيعة هذا تذكر المسلمين تلوحي سكوة فخصين قبل هذا إيا قرآن كي رسولك الشيعة السداء وقالين هل كيسي إسكتاقين وعينو سوقود بينا نبي عليه الصلاة والسلام جرائم الشيعة الشيعة هي تريموين كي قالين ولبا محاولة أما لبا تشارب باوحي إسكتاقين نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلي قبر يقسى كسارا مركم إلى وحاصاد لينكي مصر كما رحضها اللي ورنت لي الحاكم بأمر الله أيها الحصاد لي كوح
xoog badan oo diyaarsan oo hubaysan wuxuu soo diray madiinata rasuuli sallallahu calayhi wasalam magaaladii nabiga ama magaaladan rasuulku aasiyay madiinatu munawwara waxa uu markaa ka codsaday inay soo qaadaan qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam intay qodaan ay jasadkiisa soo qaadaan kadibna lagu aaso masar si dowladdiisu halkaa makaano iyo sharaf ay uga hesho arrintii dadkii ku ogaaday ee xaggiisa jooga aad bay uga argagaxeen waana lagala taliyey laakiin kooxdaasi may joogsanin ee siday u soo socdeen waxay soo gaareen masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kadibna waxayba soo gaareen intay masaajidkii galeen halka uu ku aasayay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo gurigii caaisha waxay isku dayeen inay qodaan goobta iyada ah iyadoo markaa ciidan deg deg ahoo diyaarina aanu joogin laakiin ilaahay waxa uu ku salliday dabayl aada isu laba rogaysa dabaysha duubanay si ay isu laba rogaysa caasifada oo u dhowaatay geyga masaajidkii iyo dadkii ku jiraba inay gelgisho way baqdeenoo waxay arkeen wax soo kordheenoo hiilitaan rabiweynidoo halkii way ka carareen sidaa waxa uu ku xusaya sheekha cabdulbaasit badar la ydhaahdo taariikh التاريخ الشامل للمدينة كتاب كلا يرى أي كحصية مر لما روح بعضي خليف كي دولة دي شيعة أنبطي الليدتي فاطمين تلو رنشري أمسر كتلين شرتي من حكومة شرية لو رنشري الخليف الحافظ تاريخ دمرك أشن بقول يا أفر يلا تنكي إلا أشن بقول يا أفر يا أفر تنكي لغا تنيا لا سنو حكومة يي وحاو سيقنا يسكد إنو قاهرة وصارها شركة رسول صلى الله عليه وسلم انتو سوقضه afartan nin buu diray oo iyaguna aada u hubaysan waxay ag degeen masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam muddo dheer bay halkaa deganaayeen guryay ka karaysteen god dheer bay ka soo qodeen oo wax boqolaal mitir ah hoostiisa ay qodeen oo nafaqa kadibna markii ay ku soo dhowaadeen qabriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam godkiibaa ku dubay halkaasuba xalaal u noqotay dibba loola arag masarkii ama kitaabkii hore unbaa taana laga raajacaya muxaawalada ama isku dayga saddexaad waxa uu ahaa koox shiica ah oo xoog badan oo casriga deganaydana haysatay suuriya xaruntooduna ay ahayd xalab ayaa nimankii ka talilayay waxay la soo xidhiireen amiirkii madiina ee magaalada madiina madaxda ka ahaa iyadoo dabcankana awood badnaa isaguna uu ka haybadaysanayay dabeetana waxay u ballan qaadeen xoolo aad iyo aada u fara badan waa shiicadii halka xalab joogtay magaaladan xalab ee magaalada burburiyeen waxay u ballan qaadeen inay ula hiilin doonaan taageeri doonaan xoolo badanna siin doonaan laakiin ay ugu ogolaado amiirkaasi in lasoo qufo lasoo qaado jirhkii abuubakar iyo cumar ibnu khataab oo nabiga agtiisa ku aasan calayhi salaatu wasalaam amiirkii isagaha uu ka aqbalay kadibna masaajidka ciddii ilaalinaysay mas-uuliyaddiisa lahayd sheekhii ka madaxda ahaa ayuu sheegay oo wuxuu uhi waxaa kugu garaaci doona albaabka caawa ee rag noocaa iyo noocaasa marka waxaan doonayaa hawshooda inaad u fuliso ninkiina aad buu maxay u argagaxay ilaahay uu baryey nimankii iyaga ahaa iyagoo majarafadihii iyo sita wixii ay ku qori lahaayeen meesha markay goobtii soo galeen ay ku dhow yihiin qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa taariikhdu ay xusaysaa macruufa dhulkaa la go-ay bartiibaana lagu aasay hadalkoodiina lama sii faafinin oo cid looba sheegin laakiin mid macruufa bay ahayd oo la yaqaano wadaad u sheekh halkaa jooga masaajidka nabiga ka madax ahaana shamsuddiin sawaab baa la odhan jiray muxaawalada ama isku dayga afraad wuxuu ahaa nimankii qaraanibada la odhan jiray ee beytullaahi alxaraamka intay ku soo duuleen 318 markii taariikhda hijrigu ay ahayd dhagaxaba waa kii u qaatay dhagaxan iminka xajar aswad ka kacbada ku jira gebigiisaba way qaateen bariga sacuudiga ay la tageen 22 halkaa kula maqnaayeen 80,000 oo diinaar ayaa la siiyo lagu laaruusho markii dambe lagaga soo furfuray iyadoo ninkii qaadaya uu lahaa ee isagoo faanaya oo dee maaragtay kibirsan xaggeebay jiraan shimbirihii asxaabulfiil lagu sii daayey iyo maroodiyaashii xagay mareen maanta waa nagaa qaadanay ma wax nagu dhacaan sidoo kale waxaa jiray muqadasaadka haday saa u galeen qur-aanka kariimka ah shiicadu meel bay kaga dhaceen waxaana isku dayeen inay bedelaan taasina waa dhacdo jirto oo dee maraajicda ku qoran suuradda alam nashrax oo kale
ayaa waxay yidhaahdeen siday u xarifeenaba u bedeleen alam nashrax laka sadrak wajacalnaa caliya sihrak intaasoo intay qur-aanka ku jirin ayay ku dareen. waxaa kaley ku doodayaan inay asxaabta ridwaan ullaahi calayhim qur-aanka qayb ka mid ah qariyeen ama ay gooyeen, oo waxaa ka mid a bay leeyihin asxaabtu qaybta qur-aanka qariyeen ama jareen. aayaatu alwilaaya sabc waxay u bixiyeen, oo markaasaa kolka ay doonayaan inay dadka u sheegaan waxay akhriyaan shay sidan u yaala: yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu binnabiy wabilwaliyi aladayni bacafnaahuma yahdiyaanakum ilaa siraati mustaqiim wasabbix bixamdi rabbika wacaliyun min ashaahidiin. shay caynkaasahoo ay ku dhex isku jira oy qur-aanku sheegeen ayaa runtii ay ummadda ku harowsadaan ama waxyaalaha ay qur-aanka ku bedeleen ka mid a. intaa waxaan sii raacin lahaa shiicada waxa ay leeyihiin kutub u baahan inaad ogaato, oo kuwoodii horena qaar bay leeyihin, kuwoodii dambena qaar bay leeyihiin. markaad ama akhriyayso maraajicda ama aad dhegaysanaysa dadka wax wacdiyaya, meelaha laga soo qaatay ayaad ku garan karaysaa kutubtii shiicada inuu yahay kitaabkaas loo celinayo marjaca u ahay, si aad u garan karto kitaabka isagaa cidda leh. kutubtoodaas waxaa ka mid a waxyaalahan aynu soo sheegnay in badanoo ka mida laga raajici karo ay ku yaalaan oo dee iyaguba ka barkhaati kacayaan. kuwoodii hore kitaabka la yidhaahdo alkaafi, ma laa yuxdiruhu alfaqiih, altahdhiib, alistibsaar, kuwaasaa ka mida. kuwa dambena waxaa ka mid a mid la yidhaahdo bixaaru lanwaar, maxamed baaqir mid la yidhaah uu leeyahay, alwaafi, maxamed ibnu murtada, wasaa'ilu shiica, mustadraku lwasaa'il shiica, maxamed nuuri. kuweelaha haddii aad aragta macnaheedu waa kutubtii shiicada waad iska ogaanaysa. waxaa intaasii raaca shiicadu nisbayn teen la-eg ayay ka yihiin caalamulislaami, macnaha buunbuuninta maanta lagu samaynayo oo waxaana ahayn laga dhigayo bay taasi jawaab u tahay. nisbada caalamka islaamka ay ka taagan yihiin daraasadii u dambeeyey waliba qolo maraykani ay samaysay 2016 aynu soo dhaafnay, waxa ay sheegaysaa 10 ilaa 15 boqolkiiba inay yihiin dadka muslimiinta oo lagu qiyaasay inay kor u dhaafeen 1,600,000,000 ama 1,600,000,000,000. waxay ka noqonayaan 200,000,000 ayay ka noqonayaan marka la yidhaha 10 ilaa 15. tiradaas waxaad arkaysaa inay yihiin dad aqaliyada marka loo eego dadka sunniyiinta ah. arrinta kale jirta waxa weeye aynu baraarujin lahayn, maxaa culimada islaamku ay ka yidhaahdeen shiicada magaala mise waa islaam? wax su-aalaha ku iman lahaa ayuun baynu sii yara qadimaynaa. maca dalik, iyadoo waxaasoo dhan oo balaayaha ay jiraan, haddana culimada muslimiinta kuwoodii hore iyo kuwooda dambaba isma raaciyaan oo shiicada lama yidhaahdo waa wadagaalo. laakiin qof walba ama koox walba ee ficilada ay samaynayaan ayaa lagula dhaqmaa, mid la yidhaahdo kaas ficilkaa uu ku gaalooba iyo mid la yidhaahdo jahli baa loogu cudurdaarayaa, iyadoo dee dadkii wadaadada ahaa iyo kuwii caamad ahaana aanay sinayn. markaasaa kolkay sii kala qaadaan, qaar waxay yidhaahdaan qullaatu shiica waa shiicada talax tegay ee yidhaahda caliyun khayru lbashar man shaka fiihi kafar, cali bani aadamkao dhan buu u fadli badan yahay, cidda taa ka shakidaana isagaaba gaaloodayba. qullaatu shiica baa la yidhaha, kuwa waxay yidhaahdaan way gaaloodeen, qayb kale inay yihiin dad muslimiin oo dee qalloocan oo bidca leh ayaa isku waafaqsan yihiin, qaar kalena miisaanka la saara. almuhim, marka lasoo ururiyo gaalnimo lama wada saaro, laguma wada xukumo. waxaa kaloon aan baraarujin lahaa firqadahooda ilaa 22 ilaa 25 kooxood ayaa loo qaybiyaa, kuwii sheekhu idiin sheegayey ay ka mid yihiin. casrigan aynu joogno runtii waxaa ku adeeganaya ummadaha shisheeye ama gaalada ah, oo waxay isku qanciyeen dadka had iyo jeer ka hor yimaada ama iyaga u jiibi waaya ama islaamku uu ka dhab yahay inuu sunniga yahay. sidaa daraaddeed waxay ka duuleen fikri baa lagu jabiyaa. marka fikirkan shiicada ayaynu ku jabin karnaa fikirka sunnigaa, sidaa daraaddeed ayaad arkaysaa in dabada laga wado oo lasoo ciyaarsiinayo haddoo caalamulislaami shiicadu dee kaalin weynay gaalada u yeelayaan. marka inaad arrimahan ogaato, macluumaad aad ka hayso, si deg degaynu u dul marnee oo markaad diraasad halkaa ka sii samaystaan iyo baaritaan, mirka aynu ku badbaadayna weeye dhaqankii muslimiinta sunniga ah loogu ilaalinayo ee kii sharcigaha ee kii diinigaha iyo kii soomaalidu ay hore u ahaayeenba. aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. jazaakum llahu khayran. wassalaamu calaykum waraxmatu